وعين بعين العقل والصقورة القضية في البرقية، كما له مشاركات سينمائية نذكر مشاركته في مسلسل السراب، مسلسل المستضعفون، ثم سلسلة زايد ناقص، وسلسلة ياك حنا جيران، وهي معروفة عندكم كانت تداع في شهر رمضان، ثم سلسلة جحا، وسلسلة ناس الحومة. نطلب من الفنان كبير حسن فلان يصعد إلى الروم. هو فأنتم السند، فشكرا لكم. هي واحد القضية، أنا فاش عرفت ليا الأستاذ الدردوري قال لي غادي يديروا لك تكريم الناظور، قلت لي كون درتوه ليا في المحمدية أحسن، ما دابا المحمدية حتى الحين المحمدي، قلت له بغيت نكون قريب، ولكن البعد كيمشي في الحب، حيت أنا معشوق فيكم، قلت لي أنا نبغيك الطريق نديها لي كامل. فاش قطعت في الثاني قطعت في الدوزيام كلاس، حتى كنت حاول زعما بغيت نروح وبغيت ندير زعما ديك الشي تواضع، أنا ما عنديش نيت. أنا دخلت في الثاني لواحد كومبارتيمون لقيت شي ناس كيهضروا، الناس دخلت ليهم في الحديد واحد الشبهه بدا كيقول ليهم اعطي دابا الا جا شي بوليسي وقال لكم لاكارت وما عندوش كسوه خاصكم اللي يجبد لاكارت ديالك، واذا جا بوليسي وما عندو كسوه خاصكم اللي يجبد الفردي. واش تعرفوا البوليسي ديال الصح قول لي جبد الفردي وضرب، إذا ضربك ومدي هاد الساعة عطيه لاكارت ديالك. ما عجبنيش التحدي ديال هذاك السيد، بديت كومبارتيمون، لقيت واحد السيد كيهضر تا هو ريف، قال لي ولدي السيدي إلا دخلت الحمام دخل واحد الراجل ضريف طويل، قال لي الحق لي طارق او عزني انا من دون الناس، ويحك لي طارق قال لي واش عندك ورقه الانتخاب؟ قلت ليه لا باقي ما عنديش، قال لي انا ويجبدها، وعيط لواحد السيد في الجهه الاخرى قال لي جبد ورقه، جبد هذيك الورقه ديال الانتخاب دير لي الميكا، قال لي هادي راه ديال الانتخاب، راه انا هو المرشح عندكم، راه بغيت زعما باش نكون انا مع المواطنين، ندخل عندهم الحمام نحك ليهم. ما عجبنيش هذاك، دخلت الكومبارتيمون الاخرى وانا نلقى واحد المرا بركابين، يا ودي شتي واد الحرام هلكني الراجل، امرك بالقلب ما مات، امرك بالكبده ما مات، داروا لي عملية حيدوا لي النصران ما مات، هلكني وتبع الحرام باغي يموت ويلصق فيا الدار كلها في ويتاك. عرفتي الدراري ورا الاخوان اللبنانيين راه ركبت معاهم، صعب الطريق يا اخي بالله عليكم صعب الطريق، واش عرفتي الاخوان اللبنانيين عرفتي ركبت معاهم عينو ما يديروا البوزيسيونات، داروا هكا داروا هكا، واحد بغى ينعس على الاخر عرفتي تركو، وقت ما طلعت عليا تقول لي هذه الطريق لسه رهيبه، قلت له لسه رهيبه، قال لي غريب التاريخ
اوكي منين انا راه دخلت للتران عندي 5 سنين رجعت دابا راه عندي شي 55 عام ولكن والله العظيم والله العظيم الى التاريخ كتختار بالحب ديالنا فاستاهلوا ان الانسان ياخذ طريق ويتحمس على سعادة العالم اللي راه صاحبنا جريتو بنا من كازا بونكا صفقة على سعادة العالم لأنه يحب الفن والفنانين ودعمنا بزاف في كازا هاو كيدعمكم في الأدور تحية لكم وشكرا لكم شكرا جزيلا